السلام عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بالنسبه لكم انتم الى اول مره كتزوروا القناه، ما تنساوش تشتركوا بالضغط على زر الاشتراك الاحمر وتفعيل الجرس باش ان شاء الله يوصلكم كل ما هو جديد. اليوم غادي نقترح لكم هذه الحلوى البارده بدون فرن، كتجي لذيذه بزاف بواحد الكريمه اللي كتجي فعلا كتذوب في الفم. ان شاء الله غادي تشربوها وتعجبكم بزاف بزاف. فبالتالي ما نطولش عليكم كثره الكلام، نمشيو مباشره نشوفوا المكونات وطريقه التحضير. لتحضير الطبقه الاولى ديال الحلوى غادي نحتاج 250 غرام حتى 300 غرام ديال البسكوي. استعملوا اي بسكوي يعني كتفضلوا، انا كنستعمل هذا هو اللي كنخدم به ديما، هذا ممتاز ديال القمح وما فيهش اضافات، يعني ما فيه لا الوان لا نكهات. هذا هو الباكيه ديالو كناخذو من كارفور، كيدير تقريبا واحد 24 درهم وفيه 250 غرام والثمن ديالو شويه غالي ولكن زوين، المذاق ديالو بنين بزاف واللي معتمده يعني ما كنغيروش كيف ما قلت 250 غرام ويمكن نوصلوا حتى 300 غرام. وغادي نحتاج هنا 100 غرام ديال الزبده مذوبه، هادشي اللي غادي نحتاجه في الطبقه الاولى. الطريقه ديال التحضير سهله، فالبسكوي هنا عندي مطحون مزيان، غادي نضيف عليه داك 100 غرام ديال الزبده مذوبه وتكون من اصل حيواني، يعني تكون زبده مزيانه، يعني كاين اللي كيبغي يحرك هاد الطبقة هذه بالياغورت ديال الشوكولاط او ديال الكراميل، ممكن انا كنفضل انها تدار بالزبدة لان في الاصل هي كدار بالزبدة، كتجي حسن وكتجي ألد وما كتعجنش، يعني البسكوي كيبقى محافظ على داك القرمشة ديالو. وكتبقى المسألة حسب الذوق حسب المتوفر اكيد. صافي غادي نرملها مزيان وكنجيب الطبق ديال التقديم مباشرة كنوضع فيه بحال هكا. هاد الإطار هكا على شكل مربع، يمكن ديروه دائري اللي بغيتو. غادي نضيف هنا الخليط، الحلوة هادي كتجي لذيذة لذيذة بزاف، إن شاء الله غادي تجربوها وتعجبكم. صافي وغادي نوزع داك الخليط التساوي الى عندكم بحال هاد الاداه هادي مزيانه، حتى هي كتساهم ان الطبقه كتثبت مزيان. ما كانش راه ماشي مشكل، راه المعلقه راه غادي تفي بالغرض. صافي هنا الطبقه ديالي هي ثبتت مزيان، غادي ندخلها للمجمد وندوزو مباشره نحضروا الطبقه الثانيه. بالنسبه للطبقه الثانيه ديال الحلوى اولا الطبقه ديال الكريمه، غادي نحتاج لواحد لتر من الحليب، غادي نحتاج هنا 160 مللتر ديال الكريمه الخفق، غادي نحتاج جوج علب ديال الفلون بنكهه الشوكولاته. بالنسبه للوزن ديالو خاص 65 غرام لانه فيه حتى السكر، هذا الفلون هذا محلي. بالنسبه للناس اللي عندهم الفلون الاخر اللي ما فيهش السكر غتستعملوا جوج علب نيت ديال الشوكولاته وغتضيفوا السكر حسب الرغبه، يعني حسب الذوق ديال كل واحد. انا نحتاج هنا 200 غرام ديال الشوكولاته السوداء من نوع ممتاز، يعني النسبه ديال الكاكاو فيها كتجاوز 73% ويمكن لكم ديروا من 50% وما فوق. غادي نحتاج هنا واحد 80 غرام ديال النشا، يمكنكم تعوضوا حتى بالكريمه ديال الحلواني اللي كتكون غبره كتكون فيها النكهه ديال الفاني، حتى هي كتجي مزيانه ولكن انا بغيت نركز على النكهه ديال الشوكولاته، ما بغيتش ندخل حتى شي نكهه واحده اخرى لان فعلا هذه الكريمه هذه كتجي لذيذه بزاف. بالنسبه للاسئله كريمه الخفق كلشي غيقول لي اين ماركه مستعمله، اليوم انا مستعمله هذه وكننصح بها، هذه زوينه بزاف، كانت واحد الفتره تقطعت ما بقيتش كنلقاها ولكن دابا راه رجعت زوينه، كدير 35 درهم كناخذها من كارفور مرجان كما قلت زوينه بزاف، كتجي بنينه والقوام ديالها عاقد، يعني كنخفقوها باش نطلعوها كريم كتطلع ممتازه. هذا بالنسبه للكريمه. بالنسبه للشوكولات انا مستعمله هذا هو اللي كنقرا ليه الايام، سعيد شوكولا ديال كوفرتور ديال الماكاو، هذه باكيه فيها كيلو كدير 70 درهم حتى هي شي حاجه ممتازه. طريقه التحضير سهله، كنضيف داك الكريمه ديال الخفق هنا في الحليب بحال هكا، غادي نضيف عليها داك النشا مايزينا بحال هكا. كما قلت اللي بغى يدير الكريم كريم باتيسيري يديرها غير هو وكان، انا بغيت نخلي غير النكهه ديال الشوكولاط بوحده ما ندخل معها حتى شي نكهه واحده اخرى. وغادي نضيف هكا الفلون وغادي نخلط هادشي مزيان قبل ما نوضعو فوق النار باش ما يكونوش تكتلات.
وضعت الخليط ديالي فوق النار تكون معتدله، وغادي نبقى نحرك ما نوقفش التحرك نهائيا حتى يوصل للمرحله ديال الغليان باش ما يتسقليش في القعر ديال الاناء. وكنبقى مستمره في التحرك ما كنحبش نهائيا. هو الخليط بدا كيتقال شويه قرب يوجد، هو بدا كيتقال هنا وصل لمرحله الغليان. هادشي نخليه يغلى بزاف غير يطلع الغليه صافي. وغادي نضيف الشكلاط ونطفي النار. شوفوا هو بدا كيغلى الجناب صافي. غير كيوصل لهاد المرحله غادي نطفي النار ونضيف الشوكولاته السوداء اللي قطعتها قطع صغيره باش يسهل انها تذوب بحال هكا. وغادي نستمر في التحراك حتى يذوبوا داك القطع الشوكولاته كاملين، نحركو مزيان حتى يذوبوا كما قلت القطع الشوكولاته كاملين وينسجموا مع الخليط. ها هو اللون ديالو بدا كيتغير كيصبح بني غامق مع الشوكولاته صافي. وكنجبد الطبقه الاولى اللي كانت عندي في المجمد، وغادي نضيف عليها طبقه ديال الكريمه من بعد ما خلطتها مزيان وتاكدت ان داك القطع ديال الشوكولاته دابو. كنقاد لك السطح واحد شويه، اصلا هاد الزين ما غاديش يبقى باين حتى شي حاجه صافي. كنحرك هكا مزيان باش تكون متساويه الطبقه، تكون موزعه بشكل متساوي صافي. وغادي نخليها تبرد ندخلها للمجمد اولا غير في الثلاجه، الا بغينا نحضروها بحال هكا في الليل ونخليوها حتى للصباح يكون افضل. كنا مزروبين بها غادي ندخلوها للمجمد واحد 3 سوايع اولا 4 صافي، وغتكون واجده معنا. هنا الحلوه ديالي هي بردات هكا كتولي، فغادي نحيد لها هاد الاطار كيتحيد بسهوله كتلصق ما حتى شي حاجه. كنغيب شويه نتبع شويه ديال الخاطر ونحيدو هكا غير بشويه كتجي ممتازه. هسه نقرب عليكم كيفاش كتجي. بالنسبه للعناصر التزيين فكتبقى اختياريه وحسب المتوفر. انا غادي نزينها بشويه ديال اللوز، رقائق اللوز اللي حمرتهم في الفراغ، وشويه ديال الفرومبواز ومغسول عندي هنا. غادي ناخذ اللوز ونديرو هكا غير في الجناب ديال الحلوه. كيف ما قلت هادشي ديال التزيين كيبقى حسب داكشي اللي عندنا في الدار. كلمسة أخيرة غادي ندير شوية ديال السكر الناعم هكا غير شوية فوق داك الفرومبواز كيعطي منظر جميل. ما قلت العناصر الزين كتبقى دائما حسب المتوفر والرغبة. فهذا هو الشكل النهائي للحلوة بعد ما انتهيت من التزيين ديالها. كيف ما كتشوفوا سهلة بسيطة كيجي المذاق ديالها لذيذ بزاف. أنا أكيدة أنكم غادي تجربوها وتعجبكم. فبحال ديما الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك، ما تنساوش البنات اللايك، حاولوا توصلوا هذا الفيديو لواحد 3000 لايك لان اللايك كتعلي من القيمه ديال الفيديو كتخليه ينتشر اكثر واكثر في اليوتيوب، فبالتالي غادي يشوفوه ناس اكثر ويستافدوا منه ناس اكثر. فشكرا جزيلا على حسن المتابعه، الى فيديوهات قادمه ان شاء الله.